بكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. واليوم فيديو جديد، وحبيت انني نتقاسم معكم فكره جديده ديال الفطور. شنو تقدروا باش تقدروا تفطروا نتوما ولا وليداتكم؟ ان جو دو ليغوم، عصير خضر وفواكه كيف ما تعودتوا عليا. دونك بالنسبه للفطور، درت واحد زلافه درت فيها غرانولا اللي محضره في الدار، يعني منزليه. إذا كنتو انتريسين، كنتو مهتمين، خليو لي في لي كومونتير ونتقاسم معكم لا غوسيت اولا كيفاش كنحضرها في الدار. وغادي نحتاجو هنايا إلان مدقوق، مطحون اولا الدقيق ديال إلان. هذيك الغرانولا درت تقريبا على حسب نتوما الرغبه ديالكم، تقدروا ديروا معلقه، تقدروا ديروا 3 المعالق، انا درت 3 المعالق. ودرت ديروا إلان على حسبكم نتوما، 2 المعالق 3 المعالق. الخروب، لابد من الخروب حتى هو، واحد جوج معالق 3 المعالق. الا ما عندكمش الغرانولا ديروا غير الخرطال مطحون اولا هكاك داير، الخرطال يكون نوعيه جيده. اولا تقدروا الا كنتوا عايشين برا ديروا الدقيق ديال الكوكو من الافضل. غادي نحتاجوا البنانه تكون طيبه، وغادي نطحنوها اولا نعسوها بالفرشيطه، حتى هي غادي نزيدوها. هنا اختياري، ماشي ولا بدا تزيدوا هادشي، يعني حتى هادشي انا عندي دونك غادي نزيدو. زدت هنايا مطحون اولا البودر دو ماكا، ثم كتشوفوا مسحوق الماكا العضويه، وهاد لا مارك هادي راه كاينه في لي فارماسي، غير سولوهم، غير وريها ليهم وهما غيديروا لا كوموند. راه لا سوسيتي كاينه في الرباط، هما كتليفري لي فارماسي كاملين في المغرب. حيت سولت انا الفارماسي اللي كنتعامل معاه واكدها ليا. دونك غادي درت واحد المعلقه صغيره، كنت كايس عليها معلقه صغيره حتى المعلقه ونص. الماكا صراحه كتنفعتني بزاف، كتفيقني، كتعطيني واحد الطاقه زوينه في الصباح. يعني كيف ما قلت لكم مزيانه بزاف الهرمونات، وخاصه مزيانه للبنات اللي عندكم مشكل في الزهرمون، عندكم مشكل في الدوره الشهريه، عندكم مشكله في الانجاب. حاولوا انكم تقادوا الماكله ديالكم وتبعوا دخلوا الماكا في النظام الغذائي ديالكم. هنايا واحد المسحوق كيف ما كتشوفوا، مسحوق القمح العضوي، الشعير العضوي، سبيرولينا العضويه، والكلوروفيل حتى هي. هذا حتى هو خديته من لا ميم مارك، خديته تقريبا جايه ب 200 درهم. كندير حتى هو منه غشي شويه. صراحه هذوك لي باكي اقتصاديين وكيدوموا لك، يعني كديري منهم غشي شويه كيدوموا لك. ديري دائما شي شويه فوق لا سوب اولا فوق شي عصير، خلطيه مع العصير اولا اللي بغيتو. الكاكاو العضوي حتى هو خديتو كنتوما كتشوفوا 99 درهم. سينو لقيت الكاكاو العضوي في اسواق السلام بواطه كبيره ب 59 درهم. حتى هو غادي نزيدو غير الطعم وصافي، ماشي شي حاجه. المسحوق القمح العضوي، مسحوق الشعير العضوي، السبيرولينا، راكم عارفين الفوائد الكبيره ديالهم. وهنايا شديت الحليب النباتي سخنته شي شويه وغادي نكبو باش نخلط به هادشي. وغادي نزيد الويل دو كوكو، زيت الكوكو باش يذوب ليا. الا ما كانش ويل دو كوكو تزيدوا زيت ارغان، الا ما كانش زيت ارغان زيدوا زيت الزيتون اللي ما تكونش مخلط بالملحه، يكون معصور على البارد. علاش دابا هاد الفطور اصلا متوازن، يعني واخده فيه كاع الحاجات اللي انا محتاجاها، وكاين فيها الدهون اللي مزيانه للكور ديالنا، يعني اللي كيف ما تيقولوا لي زاسيد غا اللي مزيانه، اللي كيحتاجها الدهون اللي من نوعيه جيده اللي كيحتاجها للكور ديالنا. دونك هنا درت الويل دو كوكو، تقدروا ديروا كيف ما قلت لكم الويل ديال ويل دو ديال دوليف ديال زيت ارغان، اولا الا كنتوا عايشين برا ديروا ويل دو لا، ويل دو شانغ، ويل دو كولزا، هادو كاملين مزيانين مخيرين.
وتزيدو بحال دابا انا اصلا هذيك الغرانولا دايره فيها شويه ديال اللوز شويه الزبيب دونك سي با لا بين انكم ديروا شي حاجه اخرى. هانتوما كتشوفوا هنايا زدت كنظن شي حاجه نقصها طبعا نوريكم واحد الحاجه مشات ليا في ملي كنت كنصور على اين انا غنرجع لهذا الشيء. كما كتشوفوا خلص هذاك الشيء مزيان زدت واحد الكيويه اختياري تزيدوا اي فاكهه نتوما بغيتوا اولا ما تزيدوا حتى شي حاجه. زدت هذيك اللي كتشوفوها بيضه هذاك دانون اولا يوغورت محضر بطريقه نباتيه في الدار الا كنتوا انتريسين نوريكم كيفاش درتو. ودرت زدت الزبده ديال اللوز اللي ديجا كنت وريتكم كيفاش ديروا ليها وصافي كتاكلوا في الصباح تفطروا به كتحسوا براسكم يعني خديتوا كاع الكفايه ديالتكم ناشطين واخدين لي فيتامين المعادن اللي نتوما محتاجينها وكي هذاك الصباح كامل كتبقاي مقهومه شبعانه تقدر كاع في الغداء تاخدي غير اون بتيت سالاد وصافي. ندوزوا دابا النيشان العصير العصير ديال الخضر والفواكه. هنايا شنو اختاريت؟ عندي تفاحه كيف ما كتشوفوا عندي الخيزو جوج خيزوات ثلاثه على حسب نتوما شنو شحال بكم. خديت الباربا خص هذا الخص يعني بيو دار عندي في الجرطه هذا سميتو الكركما الخرقوم البلدي طري الليمونه برتقاله ولا ماندارينا شوف نتوما شنو عندكم و لو برودوي ستار اولا النبات ستار هما هذوك لي فان اولا داك هذاك ديال الخيزو هذاك اللي كيجي مع الخيزو النبات ديال الخيزو ما عرفتش شنو سميتو بالدارجه المهم سميتو بالفرونسي لي فان. دونك ها نتوما كتشوفوها كيفاش داير هاد العشبه هادي يعني اش غنقول لكم انا ملي اكتشفتها رائعه رائعه. انا قالتها ليا واحد السيده قالت لي راه كيديروا بها حتى لي سوب وكيديروا بها كيديروا بها العصيدات ما كيخليو ما كيديروا بها المهم خاصها تكون ما مرشوشاش. انا جابها لي واحد السيد اللي كناخذ من عنده الخيزو جابه لي نيت بهذاك الوراق ديالو ما كانش مرشوش مي طحنتو هذا طحنوه في الميكسور وصفيوه باش ما يجيكمش داك الشيء ثقيل على المصران وعلى المعده. انا درتو في السنتريفيجوز لان الميكسور ما خدمش ليا مزيان دونك درتو في السنتريفيج ما كرهتش كوكا ليكستراكتور كان غنكون واحد الاستفاده كبيره ولكن هادشي اللي عطى الله. دونك هذا هو العصير كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للحاجه اللي كنت فيلميتها وما دارتش ليا هو اليوغورت او دانون محضر بطريقه منزليه وهو دانون نباتي غادي نحتاجو بزاف رمضان غنصاوبو بزاف رمضان وغادي نتقاسم معكم الطريقه الا كنتو انتريسي غادي نصور لكم الطريقة. بالنسبه لشهر رمضان بزاف اللي سولوني شنو النظام اللي نقدروا نتبعو في هذا الشهر هذا ان شاء الله غادي نتقاسم معكم شنو كناكل كل نهار شنو كان باش كنفطر وباش كنتسحر ولكن الشعار ديال شهر رمضان هو اننا نعاونوا لو كور ديالنا لانه تيكون واحد الراحه سكيفي من يلا كيكون الجسم في واحد الراحه الهضم سورتو المصران والمعده كترتاح كيبدا يشوف كيبدا بحال قلتو واحد الدوريه كيدير كيقلب شنو كاين با في لو كور سكيفي كيمشي هو كيصحح لان الجسم البشري او لو كور هيومن الجسم البشري هو واحد الماشين اللي عاليه الجوده اللي ما حتى حاجه ما كتشبه ليها في الوجود قادر على انه يسوتو غيريز تو سول يعني قادر انه يتشافى راسو براسو ولكن الى عاوناه. بالنسبه لي انا كيف ما رمضان اللي فايت ما وجدت حتى شي حاجه ما عدا درت مخللات ديال الخرشوف درتو خللتو درت الخيزو درت البصله الخضريه باش ندير لي سالاد هذا ما كان هادشي هذا هو اللي وجدت ودرت واحد السفوف درنا درتو يعني صحي ما فيهش اللي يعاوني ماشي اللي اثر عليا في الهضم واللي الكور ديالي ما يستافدش منه. دونك هذا ما كان غنعتمدوا على الخضار غنعتمدوا على الفواكه نعتمدوا على لي جو بيان سور نعتمدوا على ناكلوا حاجه حيه الاكل الحيني
سورتو سورتو الاكل الحيمي. يلاه نفطرو ونعتمدوا على الحوت. الحوت كانت لاحظ بزاف الناس كيقليو في الحوت في رمضان. القلي نحيدو القلي نهائيا، نديروه في الفران او نديروه في الطاجين، وما نبقاوش واقفين بزاف في الكوزينه والكال كونجيلاسيون. انا كنشوف بزاف هالبريوات معمرين كونجلي، ما كاين غير وجودو كونجلي، حتى من لي فخوي كونجلاوهم باش يلاه يديروهم في لي جو. لا ما كنستافدو حتى شي حاجه، خاصنا الاكل الحي. الاكل الميت ان سيغتان مومون ان سيغتان اج، واحد كيوصل لواحد العمر في الحياه هذاك الماكله راه كتزيد لنا في المرض، راه ما كنبقاو نستافدو منها والو، وكنحسوا بواحد العياء، كنحسوش بواحد الحياه في لوكور. هادشي اللي بغيت نوصل. دونك بعجاله هادشي اللي كاين، هذا هو رؤوس الاقلام في اللي غادي يكون في رمضان. و اي استفسار ما فهمتوا شي حاجه خليوه في لي كومونتير، ومازال غنهضر على النقطه ديال رمضان في فيديوهات جايين. شكرا لكم، السلام عليكم.